نبدأ الغير إن شاء الله سان فرانسيسكو نبدأ كان 16 دي فول إن شاء الله هاني كون دوز واحد ميجو كل شيء باقلي كل شيء رزيربي هكي لبلت شوية سنة نبدأ دي بون مومون إن شاء الله بدأت رحلتنا من مطار دبي على متن إيرباص 380 للخطوط الإماراتية واستغرقت الرحلة إلى سان فرانسيسكو قرابة 16 ساعة تحلق فيها الطائرة عبر القطب الشمالي ثم ألاسكا قبل الوصول إلى سان فرانسيسكو. عند تحليقنا للهبوط في مطار سان فرانسيسكو تبدو المدينة وكأن المياه تخترقها من كل جانب وكأنها متاهات مائية متشابكة تتخللها عدة جسور. يعد جسر باي بريدج أكبر جسور سان فرانسيسكو حيث يصل شرق المدينة بغربها، إلا أن أشهر جسور المدينة على الإطلاق هو الجولدن جيت أو البوابة الذهبية الذي يصل شمال المدينة بجنوبها. هذا الجسر اللي ورانا هو اللي معروف بالجولدن جيت، هو من أشهر معالم سان فرانسيسكو. ما يمكنش الواحد يجي لسان فرانسيسكو بلا ما يشوف جولدن جيت، هو هذا اللي كنشوفوا السياح. طبعا حنا راه اليوم الاثنين يحصل، اما اللي كان جينا في نهايه الاسبوع الويكاند ما غاديش نلقاو بلاصتنا، ومنو كتقطع الشمال ديال سان فرانسيسكو من هذا الموقع اللي حنا فيه بحال تقول اكادير وفلا ديال اكادير. هنا كنشوفوا المدينه ديال سان فرانسيسكو والجولدن جيت. وجسر الجولدن جيت أو البوابة الذهبية ظل أطول جسر معلق في العالم بطول 1970 مترا إلى عام 1964، وهو الآن المعلم الأكثر شهرة في سان فرانسيسكو وأحد رموزها. يمكن التعرف عليه بسهولة من لونه البرتقالي الدولي وهندسته المعمارية المتميزة بالبرجين، ووفقاً لتصنيف الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين فإن هذا العمل الفني هو أحد عجائب الدنيا السبع في العالم الحديث، ويذكر عنه في دليل الأصفار فرومرز قد يكون الأكثر جمالاً ولكنه الجسر الأكثر تصويراً في العالم. ولجسر البوابة الذهبية مكانة مهمة في الثقافة الشعبية الأمريكية، وقد ظهر في عدة أعمال فنية وأدبية من أفلام وكتب وروايات. وصلنا رحلتنا صوب شارع إمباركاديرو الذي يحادي الجهة الشمالية لميناء سان فرانسيسكو على طول الخليج في اتجاه حي فيشرمان وورف، وهو كذلك من الأحياء الحية في المدينة للحركة الدؤوبة، وهو لا يبعد كثيرا عن وسط المدينة وماركت ستريت.
يعتبر سوق فيربيلدين من أهم الأسواق المغطاة في سان فرانسيسكو، فبالإضافة إلى المقاهي والمطاعم تعرض في هذا السوق المنتوجات المحلية من أعشاب وأجبان وأسماك وفواكه بحر متنوعة والفواكه الأخرى. والأواني الخزفية المتنوعة وحتى الطاجين المغربي والمصنوعات العرعرية الصورية تعرض في هذا السوق. تشتهر سان فرانسيسكو بقطاراتها الخشبية التراموي المعروف هنا بالكيبل كار. بدأ استعمالها في نهاية القرن التاسع عشر بسبب المرتفعات التي تتخلل المدينة، ورغم تطور وسائل النقل فقد حافظت سلطات المدينة على هذه الترامات التي تجذب آلاف السياح كل سنة. ومن المناظر الغريبة هي لحظة تغيير اتجاه العربة، وهي العملية التي تتم يدوياً أمام أعين السياح المندهش. يتكون وسط سان فرانسيسكو من عدة أحياء، أشهرها يونيون سكوير وفاينانشال ديستريكت أي حي رجال الأعمال والعمارات الشاهقة. كما يتخلل المدينة عدة حدائق ومتنزهات تشكل وجهة مفضلة للسياح. تعتبر يونيون سكوير القلب النابض لسان فرانسيسكو بمراكزها التجارية وفنادقها الفخمة، وتستمد اسمها من تظاهرات جنود الشمال الوحدويين إبان الحرب الأهلية الأمريكية. ويتوسط الساحة منتزه مساحته هكتار يحج بالزائرين للاسترخاء أو الجلوس على كراسي المقاهي والحدائق والتمتع بأشعة الشمس عندما يسمح الطقس بذلك. Vas a cambiar esa forma de ser. Ahora
que te mira él se siente infeliz. Pues cuando te llama tú no quieres hablarle, pero alguien sufre por tu indiferencia. Alguien te mira, tú no te das cuenta. Alguien que sufre, de alguien que llora por tu احنا هنا في تشاينا تاون ديال سان فرانسيسكو. تشاينا تاون سي المدينه الصينيه، الفيل ديال الشينوا اللي كنقولوا بون، بحالها بحال تشاينا تاون ديال نيويورك ولا كاع تقريبا المدن الامريكيه الكبيره اللي يكون فيها مدينه صينيه تشاينا تاون. دونك احنا هنا باش نشوفوا هذه المعلمه لانها تاريخيه قديمه بالنسبه لمدينه سان فرانسيسكو. يعتبر الحي الصيني في سان فرانسيسكو أكبر حي صيني خارج آسيا، وكذلك الحي الأقدم في أمريكا الشمالية منذ إنشائه في عام 1848. ويقع الحي الصيني في وسط مدينة سان فرانسيسكو قرب شارع مونتغومري. والحي الصيني هو أحد مناطق الجذب السياحية في سان فرانسيسكو، حيث يستقبل الكثير من الزوار سنوياً والقادمين من جسر البوابة الذهبية جولدن جيت. يتميز هذا الحي باحتوائه على أماكن العبادة والنوادي الاجتماعية والهوية، وهناك 2 من المستشفيات والعديد من الحدائق العامة والساحات ومكتب للبريد. ويمكنك بسهولة أن تدخل عالم آسيا في هذا الحي، وهو عالم مليء بالمعابد والمتاجر والأعشاب والفواكه والخضر بجميع أنواعها، بالإضافة إلى كونه نقطة انطلاق وموطنا لآلاف المهاجرين الصينيين. هذا الحي في الأصل ميناء صيد بحري لسان فرانسيسكو، لم يبق منه إلا بضع قوارب تزود مطاعم فواكه البحر بالأسماك. أصبح فيشرمان وورف مركزا تجاريا مزدهرا للتبضع والتسلية، حيث محلات الذكريات والمتاحف المتنقلة. لا تقف الحركة في هذا الحي ليل نهار.
كما يتوفر في شيرمان وورف على عدد كبير من مطاعم السمك والمقاهي والحانات الزاخرة بجميع أنواع المأكولات، خاصة حساء السلطعون والسمك المقلي. جزيرة ألكاتراز الشهيرة التي تعد اليوم واحدا من أشهر المزارات السياحية في سان فرانسيسكو لم تكن دوما على ذلك الحال، فلم تكتسب شهرتها هاته إلا بسبب إقامة سجن ألكاتراز على أرضها. لكن قبل ذلك كيف كانت تلك الجزيرة؟ قبل بناء السجن لم تكن معمرة، كانت مهجورة تماما، فبسبب ارتفاع درجة الملوحة بالمياه المحيطة بها استحالت الحياة عليها، فلم يبقى عليها سوى أسراب طيور النورس المتغدية على أسماك الخليج القريب. وكانت حتى ذلك الحين تتبع إدارتها حكومة دولة المكسيك. وفي عام 1847 أراد حاكم ولاية كاليفورنيا أن يشيد منارة لإرشاد السفن، ووجد أن تلك الجزيرة تعتبر موقعاً مثالياً لإقامة منارته المطلة على ساحل المحيط الهادئ. توقف عمل هذه المنارة إذ بعد ذلك بفترة وجيزة تولى الجيش الأمريكي إدارة الجزيرة واستغلها في إقامة ثكنات لمبيت الجنود. وسجن ألكاتراز هو أشهر سجن في العالم، ونسج العديد من الكتاب قصصا عنه لتتصدر صالات السينما. وبالرغم من إقفال هذا السجن سنة 1963 إلا أنه ما زال في ذاكرة من شهد أحداثه، وما يزال قصة لن تنساها العصور القادمة ذلك السجن الصلب الذي يطلق عليه اسم الصخر. ويقال سبب هذه التسمية أنه مبنى شاهق الارتفاع يقع بالقرب من سواحل الجزيرة. كان هذا السجن في بادئ الأمر سجنا حربي، ثم انضم إلى مصلحة السجون الأمريكية في منتصف الثلاثينات، وتقرر بعد ذلك إغلاقه في منتصف الستينات. كان هذا السجن يضم أخطر المجرمين في التاريخ، ولا سيما الذين يشكلون خطرا ويخاف وضعهم في سجون عادية، ومن ثم يؤدي ذلك لهربهم. وكان أشهر هؤلاء السجناء آل كابون زعيم المافيا الإيطالي المعروف في شيكاغو. أصبح السجن الآن مكانا مهجورا يزوره السياح ليقرأوا تاريخه بأعينهم ويشاهدوا زنازينه القاسية وإلقاء نظرة رعب على كهوف العقوبات الموجودة بالسجن. كما يتواجد على في شيرمان وورف المنتزه البحري التاريخي على أحد الأرصفة، ويضم مجموعة من السفن الحربية الأمريكية التي شاركت في الحرب العالمية الثانية كالغواصة بامباتينو، حيث يمكن للزوار المشاركة في عدة أنشطة تربوية وموسيقية وزيارة هذه السفن من الداخل.
غالي سان فرانسيسكو هي مستعمرة ديال الحياة البحرية التدفئة المعروفة بأسود البحر شمال الغرب، هي كيجمع العدد الكبير ديال السياح اللي كيتمتعوا بالمنظر ديال هاد الحيوانات اللي هي فعلا وأليفة البشر أصبحت مسؤولة منطقة عريقة. على الرصيف 39 تتواجد أسود البحر بكثرة، وهي تسترخي قرب الرصيف تحت أشعة الشمس وتسمع أصواتها عن بعد، يجلب منظرها آلاف السياح كل يوم لأخذ صور تذكارية. سان فرانسيسكو سان بروبليم. اوكي شوفها من هنا اي سا ساليتو دي فيلاج جولي فريمون ريف كار. انا ايفيتي الويكاند الوغ مكانش بزاف ديال الناس. بعد المرور عبر جسر جولدن جيت قررنا زيارة مدينة ساوساليتو الصغيرة، وهي مدينة عائمة مكونة من مراكب تستعمل كمنازل. كانت المدينة خلال الحرب العالمية الثانية ميناء لبناء السفن الحربية، وفي سنوات الستينات والسبعينات كانت الوجهة المفضلة للهيبي، وهم أول من سكن القوارب في الحي المعروف بوارف راتس، بينما سكنت الطبقة البرجوازية المرتفعات المحيطة بالمدينة. أصبحت ساوساليتو اليوم مدينة أغنياء السيليكون فالي، وبلغت أثمنة المنازل والأراضي أثمنة خيالية. على الواجهة البحرية المقابلة لسان فرانسيسكو توجد عدة مقاهي ومحلات تجارية وحدائق جميلة، حيث يحلو التنزه والمشي حتى الميناء الذي يعج بمئات البواخر واليخوت. حقا مدينة ساوساليتو جميلة جدا، وتمتعنا بلحظات جيدة فيها. لا شك فيه أن شركة فيسبوك واحدة من أهم العلامات العالمية، ولا يمكن التشكيك بمدى نجاحها وتفوقها على غالبة الشبكات الاجتماعية. ويبدو أن هذه الشبكة التي تقوم بتحديثات وتطويرات مرضية للمستخدمين تعول على موظفيها بشكل كبير، إذ أنها تؤمن لهم الرفاهية. صباح الخير، احنا هنا أمام المقر ديال شركة ديال فيسبوك. هذاك فيسبوك اللي كتعرفوه لهذا هو هذا، المهم هو عباره على واحد ان غون كونتور. شركه مئات الموظفين
وقامت بافتتاح مقرها الجديد الذي صممه المهندس العالمي فرانجيري لتصبح أقرب من منتجع سياحي فيه الكثير من الرفاهية والفخامة للمواطنين. وقد حافظ مؤسس الشركة على علامة شركة سان ميكرو سيستمز ليخبر موظفيه بأن العمل الدؤوب لا يجب أن ينسي أن الإخفاق واقف على الباب كما هو الأمر لشركة سان ميكرو سيستمز تلا أرضها مالك شركة فيسبوك. تعتبر الأرض المقام عليها مقر شركة فيسبوك في مدينة مينلو بارك مرعا طبيعيا للذئاب، حيث تنتشر الذئاب في تلك الأراضي قبل تدشين المقر، ولذلك أصبح فيسبوك يرعى تلك الذئاب ويؤمن لها المأوى. وقد نشر مارك زوكربيرغ مؤسس الشركة صورا عديدة لتلك الذئاب مفتخرا بكون أرض الشركة مرعا طبيعيا لها. هذا المقر تصل مساحته إلى حوالي 40,000 متر مربع، يتضمن 2,800 موظف، وتمزرع أكثر من 400 شجرة حوله، ومطاعم عدة ومقاهي مفتوحة في وجه الموظفين مجانا. لونيفرسيتي دو ستانفورد معروفة، هذه لونيفرسيتي برستيجيوز في ليزيتازوني اللي تخرجوا منها الشخصيات المعروفة في ميدان المعلوميات والإنترنت، تخرجوا من هذه الجامعة، جامعة ستانفورد. تقع جامعة ستانفورد الرائدة في قلب وادي السيليكون الشهير السيليكون فالي، وتساهم بشكل رئيسي في الدراسات التي تخدم قطاع الدراسات التقنية العالية التي أنتجت ما يعرف بعلوم المايكرو كمبيوتر وعدد لا يحصى من المخترعات التطويرية لتكنولوجيا الحاسوب، وتعتبر رائدة وحاضنة لهذا الوادي وصناعته وتطويره. منذ تأسيسها سنة 1891 سعت جامعة ستانفورد إلى أن تكون جامعة شاملة ذات مستوى عالي، وهي اليوم واحدة من أكبر جامعات البحث في العالم، وتعرف بريادة الأعمال، وتعتبر جامعة ومعهدا تقنيا ومتحفا في نفس الوقت. تحتل جامعة ستانفورد موقعا متميزا في قمة هرم التعليم العالي على مستوى الجامعات الأمريكية والعالم، وتتميز برقي مستواها الأكاديمي في جميع التخصصات، وتضم أقساما متميزة كالفيزياء وعلم الأحياء والسياسة وعلم النفس إلى آخره. تخرج من جامعة ستانفورد العديد من مشاهير العلم والأدب والفن والصناعة والسياسة والمبدعين والمخترعين والرياضة، من أشهرهم الرئيس الأمريكي هربرت هوفر، وعدد كبير من حكام الولايات المتحدة والوزراء الأمريكيين والغير الأمريكيين مثل سيرجي برين ولاري بيغ الذين اخترعا وأسسا موقع جوجل، ورئيس بيرو السابق ورئيس الهندوراس السابق، وتيري يونغ وديفيد فيلو مؤسسا ياهو، وستيف بالمر من مؤسسي شركة مايكروسوفت، وويليام هيوليت وديفيد باكارد صاحب شركة هيوليت باكارد، ورئيس وزراء اليابان، وغيرهم من المشاهير الذين تخرجوا من هذه الجامعة. Là, c'est le campus sportif de l'université de Stanford. Donc, il y a aussi donné des champions, de grands champions en athlétisme, en baseball et dans d'autres sports. Et en football américain aussi.
شركة جوجل شركة أمريكية تعمل في مجال الإعلان المرتبط بالخدمات. وشركة جوجل هي عبارة في البداية عن محرك بحث على الأرتنت وإرسال رسائل البريد الإلكتروني. واختير اسم جوجل الذي يعكس المهمة التي تقوم بها الشركة، وهي تنظيم ذلك الكم الهائل من المعلومات المتاحة على الويب. يضاف إلى ذلك توفيرها لإمكانية نشر المواقع التي توفر معلومات نصية ورسومية في شكل قواعد بيانات وخرائط على شبكة الأنترنت وبرامج الأوفيس، وإتاحة شبكات التواصل الاجتماعي التي تتيح الاتصال عبر الشركة بين الأفراد ومشاركة أفلام وعروض فيديو إلى آخره. نتواجد في هذاك اللي كيعرف علينا كل شيء، كاع اللي كنديروا في الانترنت هذا هو المقر ديالو ديال جوجل حيث نتواجد حاليا. دونك سي سيت اون كازيون دو فوار ان تي بو سي اغريابل سوغو. هذا هو الحاج جوجل. يقع المقر الرئيسي للشركة والذي يحمل اسم جوجل بلكس في مدينة ماونتن فيو في ضواحي سان فرانسيسكو، وقد وصل عدد موظفيها الذي لا يعملون دواما كاملا عام 2009 إلى 20,000 موظف. تأسست هذه الشركة على يد كل من لاري بيغ وسيرجي برين عندما كان طالبين بجامعة ستانفورد. في بادئ الأمر تم تأسيس الشركة سنة 1998 كشركة خاصة ملك لعدد قليل من الأشخاص. وفي 19 من غشت 2004 طرحت الشركة أسهمها في اكتتاب عام ابتدائي، لتجمع الشركة بعده رأس مال بلغت قيمته $1.67 مليار. وبهذه القيمة وصلت قيمة رأس مال الشركة وازدهرت عبر طرحها لسلسلة من المنتجات الجديدة، ووصل قيمتها إلى $23 مليار أمريكي. بعد ذلك واصلت الشركة استحواذها على شركات أخرى عديدة والدخول في شراكات مع شركات أخرى. وطوال مراحل ازدهار الشركة كانت ركائزها المهمة هي المحافظة على البيئة وخدمة المجتمع والإبقاء على العلاقات الإيجابية بين موظفيها. يطلق على مقر شركة جوجل في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا اسم جوجل بلكس كما ذكرنا، ويعني المصطلح بالإنجليزية رقم 1 وعلى يمينه 10,000. ويتكون مقر الشركة من مجموعة من المباني، وتحتوي أرضها على بيانو ومصابيح ومجموعة من وحدات الخدمة القديمة وشاشات العرض على الحائط تتيح إجراء استعلامات بحثية عليها. قد قامت الشركة بشراك كل الأراضي المحيطة بالمركب باستثناء هذه القطعة الأرضية ذات الأنقاض المتهاوية التي رفض أصحابها بيعها رغم عرض مغر $7 ملايين. خلال مرورنا بسيليكون فالي كان لابد أن نقوم بزيارة لمقر شركة أبل. وشركة أبل هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات، أنشئت في الأول سنة 1976 وتم إدراجها في 3 يناير لعام 1977، وهي شركة متخصصة في تصميم وتصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية ومنتجات برامج الكمبيوتر. وقد لاقت هذه الشركة رواجاً كبيراً جداً في مختلف أنحاء العالم، فمن المعروف أن فعاليات افتتاح معارضها هي أكثر ما يجذب الناس، ويأتون بالآلاف لحضور افتتاح هذه المعارض من شتى المدن، حتى أن بعضهم يسافر بالطائرة لحضور هذه المعارض. ومقر شركة أبل الذي قمنا بزيارته
يقع في وسط سيليكون فالي كما هو الحال بالنسبة للعديد من شركات التقنية العالية كأدوبي وإنتل وجوجل وياهو وسان ميكروسيستمز إلى آخره. وتقع في شارع إنفينيت لوب في كوبرتينو سانتا كلارا كاليفورنيا. ويتكون مجمع شركة أبل الحالي من 6 مباني يصل مجموع مساحتها إلى حوالي 80,000 متر مربع. نحن في رستوران بي جي واحد رستوران زيان في الإتازيني شين كبيرة في الإتازيني مكلة روزيانة كيفش واقع ديبوري سيديان مكلة صحية مكلة ماشي صحية دي برغر دي صومون دي كل شيء طلبنا دي روطة إيطاليا دي ناكلو نحن لحدن أبل هادكوارتر كارتي جنرال كبير ديال أبل كومباني أبل اللي عزيز علينا لي برودوي ديالنا. دروكا كنتواجدوا في الكومبيس ديال لونيفرسيتي دو كاليفورني بيركلي من اعرق الجامعات الامريكيه اللي تخرجوا منها مجموعه ديال العلماء وتحدوا فيها بزاف ديال الاختراعات وجوائز نوبل ومعروفه كذلك في المجال ديال الرياضه. هنايا هو الميموريال ستاديوم لانه الملعب الكبير ديال جامعه بيركلي وكاين مجموعة ديال المدارس سكول اوف بيزنس اللي كتشوفوا هي هذه ايكيفالون ديال لو ان سي جي ديالنا هنا. على كل حال جامعة عريقة هنا اللي نحصل لنا الشرف باش نزورها. جامعة بيركلي من بين الجامعات التي قمنا بزيارتها هي أحد الجامعات الرائدة البارزة في الولايات المتحدة الأمريكية إن لم يكن على مستوى العالم. تقع في مدينة بيركلي الواقعة على الجانب الشرقي من خليج سان فرانسيسكو، وهي جامعة بحثية يعود تاريخ تأسيسها وتوقيع ميثاقها من قبل هنري هايت حاكم ولاية كاليفورنيا في شهر مارس عام 1868، وهي بذلك تعد أقدم الجامعات الحكومية العشر التابعة لولاية كاليفورنيا. تحظى الجامعة بمكانة علمية عالمية عالية المستوى وبمرتبة متقدمة في ترتيب الجامعات على مستوى العالم، تصل في أغلب الأحيان إلى مرتبة الخمسة الأوائل، وتظهر مؤشراتها في الجوائز والميداليات والشهادات التي تحصل عليها من خلال أعداد ليست قليلة من الشخصيات المتميزة في مختلف المجالات. فقد حصل على جائزة نوبل العالمية نحو 70 شخصا ممن ارتبطوا بجامعة بيركلي، سواء كانوا أساتذة أو خريجين أو باحثين أو طلاب، وهي من هذا المنطلق تعد سادس جامعة على مستوى العالم من حيث عدد الحاصلين على هذه الجائزة. وفي إطار تطورها العلمي والبحثي فهي تقتني بداخلها نحو 32 مكتبة أكاديمية متنوعة تضم فيها أكثر من 10 مليون كتاب، ويأتي ترتيب هذه المكتبات على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الرابعة بعد مكتبة الكونغرس ومكتبتي جامعتي هارفارد وييل. وفي ميدان الرياضة لجامعة بيركلي فرق رياضية تفخر بشعارها الذي تطلق عليه دبابة كاليفورنيا الذهبية. لا شك أنها جامعة تستحق البحث والتقييم والاستفادة من تجربتها.
حان وقت رجوعنا ومغادرة كاليفورنيا وسان فرانسيسكو في يوم ممطر. شكرنا السماء أن أخرت وابلها إلى آخر يوم من مقامنا. قفلنا راجعين ونحن نشطر ذكريات هذا الأسبوع الذي قضيناه في هذه المدينة الجميلة. صادفنا شعبا أمريكيا طيبا يبادلنا التحية ويشاطرنا الحديث دون أفكار مسبقة. رأينا مراكز وجامعات تعتبر الأولى عالميا في مجال العلم والمعرفة والتكنولوجيا. وداعا كاليفورنيا وإلى فرصة قادمة إن شاء الله. Thank you.